العذراء، البستان الذي فاحت منه رائحة الحياة. أنت المنارة التي أضاءت علينا بسر التجسد، الزهرة المقدسة التي حملت لنا نسمة من نسيم الأبدية. ما أجمل الكنيسة الأرثوذكسية الملهمة بالروح القدس التي تعطي كرامة للسيدة العذراء، ونجد أن هذه الكرامة تكون واضحة عندما وضعت القطعة الثالثة من كل صلوات الأجبية تخاطب بها السيدة العذراء وتطلب شفاعتها. تعالوا نستعرض مع بعض القطع الموجودة في الأجبية، وهنبدأ مع بعض مثلا بقطعة الساعة الثالثة، لما يقول المصلي: أنت هي أم النور المكرمة من مشارق الشمس إلى مغربها يا والدة الإله. أنت هي أم النور المكرمة من مشارق الشمس إلى مغاربها، يقدمون لك تمجيدات يا والدة الإله السماء الثانية، لأنك أنت هي الزهرة النيرة غير المتغيرة والأم الباقية عذراء، لأن الآب اختارك والروح القدس ظل لك والابن تنازل وتجسد منك، فاسأليه أن يعطي الخلاص للعالم الذي خلقه وأن ينجيه من التجارب، ولنسبحه تسبيحا جديدا ونباركه الآن وكل آوان وإلى الأبد، أمين. هنا بنلاحظ إكرام السيدة العذراء التي قالت عن نفسها: هوذا منذ الآن جميع الأجيال تطوبني. ولأجل هذا الأمر بنقول: من مشارق الشمس إلى مغاربها يقدمون لك تمجيدات يا والدة الإله السماء الثانية. جميلة أوي كلمة السماء الثانية، لأن إحنا عارفين أن السماء هي كرسي الله والأرض موطئ قدميه، وشفنا في السيدة العذراء إنها حوت في داخلها رب المجد يسوع المسيح، فاعتبرت هي السماء الثانية. أيضا نتكلم عن الأم الباقية عذراء، وهو إيمان كنيستنا في قصة أن السيدة العذراء دائمة البتولية، وهذا الأمر ذكر في العهد القديم في نبوة حزقيال النبي في الإصحاح 44، لما يتكلم على أن ده الباب اللي دخل منه الرب يسوع المسيح، وهذا الباب يظل مغلقاً لأن السيد الرب دخل وخرج منه، وده إيمان كنيستنا. لو انتقلنا بعديها لصلوات الساعة السادسة، وهذه القطعة الجميلة التي تبين ما معنى الشفاعة التوسلية للسيدة العذراء، فيقول اللي بيصلي: إذ ليس لنا دالة ولا حجة ولا معذرة من أجل كثرة خطايانا. وهنا بيعترف بعجزه أن الخطايا بقت تقيلة جدا لدرجة أن ما فيش أي حاجة نقدر نقدمها لرب المجد سوى أن نتشفع بالسيدة العذراء. فعشان كده يقول: فنحن بك نتوسل إلى الذي ولد منك. ودي عشان ناس كتير جدا بتسأل ما معنى الشفاعة التوسلية، معناها أن احنا بنتوسل إلى الأباء القديسين وبالسيدة العذراء طبعا أولا، إنها تطلب أمام الله من أجلنا. والنقطة دي مهمة جدا جدا جدا، لأن شفاعة السيدة العذراء قوية جدا ومقبولة عند مخلصنا، زي ما احنا بنقول في صلوات الأجبية. مين منا ينسى مثلا عرس قانا الجليل عندما قالت له: ليس لهم خمر، وكانت كلها ثقة أنه سيتحنن وسيفعل هذه المعجزة من أجل شفاعتها، وبالفعل فعل هذا الأمر مع أنه قال لها أن ساعتي لم تأتي بعد.
لو رحنا للساعة التاسعة وشفنا القطعة الموجودة هنقول يا من ولدت من البتول من أجلنا واحتملت الصلب أيها الصالح، قتلت الموت بموتك وأظهرت القيامة بقيامتك. يقول اللي بيصلي اقبل من والدتك شفاعة من أجلنا نجي مخلص شعبا متواضعا، فهو التوسل إلى الله أن يقبل شفاعة أمه العذراء نيابة عنا. أيضا في صلاة الغروب بنجد قطعة في منتهى الجمال، وهذه القطعة رائعة ونيريت الناس كلها تحفظها. لما بنقول لكل اسم بحرص ونشاط فعلت، ولكل خطية بشوق واجتهاد ارتكبت، ولكل عذاب وحكم استوجبت، هيئي لي أسباب التوبة أيتها السيدة العذراء، إليك أتضرع بك أستشفع. خدوا بالكم من الشفاعة، حتى اللي جاية بقى الجميلة المهمة قوي، نقول إياك أدعو أن تساعديني لألا أغزى، وعند مفارقة نفسي من جسدي احضري عندي. الآباء كانوا يؤمنون أنهم عندما كانوا في لحظات الموت أو في السكرات الأخيرة كانوا يطلبون وجود السيدة العذراء، لأن هذه اللحظات مخيفة، هي لحظة خروج الروح من الجسد وانطلاقها، وفي هذه اللحظات نحتاج فعلا معونة، ولا أجمل من معونة من معونة السيدة العذراء مريم. أيضا في حاجة من ضمن الحاجات اللي ناس كتير ما تعرفش عنها حاجة، القطعة التالتة بتاعة صلاة الستار اللي الأباء الرهبان بيصلوها، بيقول فيها يا والدة الإله إذ قد حوينا الثقة بك فلا نغزى بل نخلص، ويقول وإذ اقتنينا معونتك ووساطتك أيها الطاهرة الكاملة أيتها الطاهرة الكاملة فلا نخاف. عشان كده يطلب منها كلام جميل جدا، يقول إيه؟ نتخذ لنا ستر معونتك القوية في كل شيء نظير الترس. تخيلوا زمان كان أكتر حاجة بيستخدمها المحاربين
عشان يصدوا بيها الضربات والأسهم اللي كانت بتجيلهم من الأعداء. الترس اللي هو بيبقى مدور ومعدني كان يمسك الترس ويصد بيه كل الضربات اللي بتيجي. وهنا المصلي الأب الراهب، ويريتنا كلنا نصلي الصلوات الجميلة دي متاحة للكل. الأب الراهب بيقول لها: أنا نفسي يا أمي تكوني أنت الترس اللي احنا بنصد بيه كل الضربات اللي بتيجي علينا، وأنا عارف أن أنت أمينة في شفاعتك وأن الله سيستجيب إليكي. أيضا نتكلم على صلاة نص الليل بخدماتها الثلاثة، ونيجي مثلا في الخدمة الأولى نتكلم على أحد الألفاظ الجميلة جدا اللي المصلي بيستخدمه، بيقول: أنت هي سور خلاصنا يا والدة الإله العذراء. تخيلوا كده، حتة سور خلاصنا دي حاجة مطمئنة وجميلة جدا. الإنسان بيبقى موجود في داخل هذا السور فرحان ومطمئن ومحمي من كل محاربات عدو الخير. يتكلم يقول كمان: أنت الحصن المنيع غير الواقع، ابطلي مشورة المعاندين وحزن عبيدك رديه إلى فرح، وحصني مدينتنا وعن ملوكنا حاربي، وتشفعي من أجل سلامة العالم، لأنك أنت هي رجاؤنا يا والدة الإله. أجمل شيء أن أبائنا وضعوا العقيدة الأرثوذكسية فيما يخص السيدة العذراء في داخل هذه الصلوات. فنجد طبعا لما قالوا والدة الإله كان ده رد على أحد الهرطقة وهو نسطور المهرطق، عندما قال أن السيدة العذراء ولدت إنسان عادي ثم أتى لاهوت الإبن وصاحب هذا الإنسان. فطبعا لما حصل مجمع ليه حطينا مقدمة قانون الإيمان اللي احنا بنقول فيها: نعظمك يا أم النور الحقيقي. وده أحد الأمور الجميلة جدا، أن هذه القطع ليست مجرد قطع للصلاة فقط لغير، ولكن تحوي في داخلها عقيدة أرثوذكسية أصيلة وصميمة.